موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، طبعا حضراتكم متابعين ان هو يعني في اخبار كتيره جدا هذه الفتره عن واحد من نجوم الدوري المصري في الفتره الماضيه، وهو فرجاني ساسي النجم التونسي ايضا اللي في كلام كتير عليه بعد تركه لنادي الزمالك وانتقاله لفريق الدحيل القطري. الكلام اللي طالع دلوقتي ان خلاص فرجاني ساسي مش هيستمر مع فريق الدحيل، وان بعض وكلاء اللاعبين بداوا بعرض اللاعب على الجهاز الفني للنادي الاهلي وبيتسو موسيماني. طيب ايه اللي هيحصل في الفتره الحاليه؟ اكيد فرجاني ساسي لاعب ذو قيمه، ولكن النادي الاهلي عنده في هذا المركز العديد من اللاعبين المميزين زي حمدي فتحي نجم منتخبنا الوطني المصري، عمرو السوليه ايضا واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري، بالاضافه ايضا الى اليو ديانج وبعض المراكز الاخرى. يعني بنشوف اوقات رامي ربيعه بيلعب في هذا المركز، محمود متولي في حاله شفائه او في حاله جاهزيته بيتم الاعتماد عليه ايضا في هذا المركز. ولكن الكلام هنا لازم تبدا اداره النادي الاهلي، هل اليو ديانج هيستمر مع النادي الاهلي؟ هل اليو ديانج العروض الكتيره اللي جايه له هتكون بمثابه العروض الاكيده وانتقاله عن القرعه الحمراء خلاص اصبح وشيكا؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفتره القادمه. اكيد فرجاني ساسي يعني قيمه كبيره جدا، ولكن اللي هيحكم في هذا القرار هو بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. وان تمت هذه الصفقه هتكون صفقه من العيار الثقيل جدا، وهتكون صفقه صادمه اكيد لمحبي فرجاني ساسي ومحبي نادي الزمالك.